ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وزي ما انتم متعودين معانا اننا بنكون معاكم في كل الأحداث الثقافية المهمة، وبنتابع مشاركة كتابنا المصريين فيها. وطبعا كتابنا المصريين حقيقي متميزين جدا، وليهم قراء ومتابعين داخل مصر وخارج مصر، وخصوصا كمان في الدول العربية، ودايما بيكونوا حريصين انهم يشاركوا في معارض الكتب العربية المختلفة عشان يكون في تواصل اكتر، ويكون في دايما تواصل مستمر ما بينهم وما بين كل الشعوب العربية الأخرى. وطبعا كمان بيكون مهتمين بالتواصل مع قراءهم في جميع أنحاء العالم العربي. وكان في مشاركة متميزة الحقيقة من جانب بعض كتابنا المصريين في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42، علشان كده هيكون معانا دلوقتي من خلال التليفون الكاتبة الأستاذة نهى داوود، وهي كاتبة متميزة في أدب الجريمة ومشاركة في المعرض برواية رضا. أهلا بيكي أستاذة نهى. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي ومنورانا. وأولا يعني إحنا سعداء جدا بمشاركتك في معرض الشارقة، ودايما بيكونوا كتابنا مشرفين بلدهم في كل المعارض الخارج مصر. شكرا، وفعلا أتمنى إن إحنا نكون بنقدم أحسن صورة ونكون سفراء لمصر في كل العالم. كلميني شوية عن مشاركتك في معرض الشارقة الدولي للكتاب. معرض الشارقة السنادي متخذ شعار التشويق، فهو اسمه مهرجان التشويق، وعلشان كده هم مستضيفين أهم الكتاب المتخصصين في أدب التشويق وأدب الجريمة على مستوى العالم، وأكثر الكتاب مبيعا. وأنا كان لي الشرف من مصر إن أنا أدعى وأكون ضيفة على المعرض. كان لي ندوة بعنوان صياغة الأحداث، اتكلمت فيها عن الطريقة اللي كاتب أدب الجريمة وكاتب التشويق بيصيغ الأحداث وبيخلق التشويق في الرواية بتاعته. كان معايا كاتبة أمريكية أكثر مبيعا في أدب التشويق هي آيفي فوكودا، وكان معايا كاتب إماراتي فاضل برضو متخصص في أدب الجريمة أستاذ عادل السميسي. كانت ندوة شيقة جدا، وبرضو على هامش فعاليات المعرض الحمد لله كنت بنزل ندوات في مدارس هنا في الشارقة، وأي طالب بفكرة الرواية البوليسية وبأهمية القراءة وبأهمية القصة في حياة البشر. فالحقيقة كانت مشاركة جميلة ومثمرة جدا. يعني جميل، بتكوني حريصة على مشاركتك في المعارض العربية؟ طبعا طبعا، لأن الدول العربية فيها قاعدة بيها، وانا اتمنى انه يكون لي نصيب وتكون لكتبي نصيب من قراءتهم ومن اهتمامهم. وده حضور المعارض بيكون له تاثير كبير، لان طبعا بيكون في نسبه كبيره من القراء متواجده في المعارض، وكذلك انه المعارض بتهتم بعمل فعاليات على هامش المعرض. الفعاليات دي بتكون فرصه ان الكاتب يلتقي بالقراء بتوعه. اكيد اكيد. ايه اكتر حاجه بتكوني حريصه عليها من خلال مشاركتك في المعارض؟ ايه اكتر حاجه بتكوني سعيده وحضرتك بتعمليها اثناء مشاركتك؟ طبعا اكتر حاجه بستمتع بيها هي التواصل مع القراء، رايهم في كتبي، نتصور، نتكلم، نوقع الكتب مع بعض. حريصة دايما انه انا اتكلم عن مصر من خلال الادب اللي انا بقدمه، يكون دايما حاضر في الكلام بتاعي، لان انا بعتبر نفسي مش بس كاتبة ادب جريمة مصرية، فده لازم يكون ظاهر وواضح في كل حوار انا بقدمه، واضح في كل فعالية انا بحضرها. وطبعا دي حاجة مشرفة ليا. ولما بتكلم كمان مش بتكلم عن نفسي بس، وانما بتكلم على القطاع العريض من الكتاب المصريين اللي سبقوني واللي موجودين معايا على الساحة، وبتكلم عن إصداراتهم. بحس انه القارئ العربي يلم بكتاب المصريين. طبعا انا موافقاكي جدا على كلامك، والف الف مبروك على المشاركه اللطيفه دي، ودايما بالتوفيق استاذه نهى. شكرا جزيلا، ميرسي. ميرسي لحضرتك.